السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قنوات التلفزيون، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الواحدة ومستهلها بالعناوين. قرارات وتوجيهات صارمة لصالح المواطن ضمن مخرجات اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. تأكيد على استرجاع الجزائر لمكانتها الحقيقية بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه. ممثلاً لرئيس الجمهورية عطاف يؤكد من نيويورك مواقف الجزائر الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية خلال مشاركته في أشغال قمة المستقبل. تجسيداً لاستراتيجية رقمنة المؤسسات التربوية توزيع الألواح الرقمية على التلاميذ ومنشآت تربوية جديدة تميز الدخول المدرسي عبر ولايات الوطن. دولياً الشارع المغربي ينتفض ضد الوضع القائم وإمعان المخزن في سياسات تعميق الإقصاء الاجتماعي والتهميش. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، بعث الأمين العام للأمم المتحدة سيد أنطونيو غوتيريش برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. جاء فيها: أود التوجه إليكم وإلى الشعب الجزائري بتهاني الحارة بمناسبة انتخابكم لعهدة ثانية رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أنا سعيد بالتعاون الوثيق الذي يجمع الجمهورية الجزائرية وهيئة الأمم المتحدة، كما أحرص على التعبير عن امتناني للدور الفعال الذي يلعبه بلدكم الجزائر على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة داخل مجلس الأمن لإحلال السلام والأمن في إفريقيا والعالم. كما أحرص كذلك لأجدد لكم تهانية على تعزيز المكاسب والتقدم المهم الذي سجلته الجزائر في الطور الاقتصادي والاجتماعي، وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لكم الاستعداد التام لهيئة الأمم المتحدة لتعزيز شراكتها مع الجزائر في ترقية السلم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تقبلوا سيد الرئيس فائق تقديري. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الذي ترأسه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس، متابعة للدخول المدرسي الجامعي والاجتماعي وقرارات تصب في صالح المواطن باعتباره في صدارة الأولويات. أيدحو جملة من القرارات الهامة خلص إليها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية والتي تعكس توجه الحكومة في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة. من أبرز النقاط التي تم التركيز عليها هي تسريع عملية الرقمنة كأحد الأسس لتحقيق التحديث الإداري والحوكمة الذكية. هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة نحو ترسيخ دولة المؤسسات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا. وفي ظل التحديات البيئية الأخيرة التي خلفتها الاضطرابات الجوية، شدد السيد الرئيس على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية بسرعة وتعويض المتضررين على الفور، مع اعتماد إجراءات استباقية لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث، مما يعكس نهجا يعتمد على سرعة الاستجابة والاهتمام بالمواطنين، خصوصا في المناطق الأكثر تضررا. وفيما يتعلق بالدخول المدرسي، سجل السيد الرئيس بارتياح الظروف العادية التي طبعت الدخول المدرسي، مؤكدا التزامه بتطوير المنظومة التعليمية عبر إصدار القانون الأساسي للتربية قبل نهاية السنة، وتطوير المنظومة التربوية من خلال تبني الأدوات الرقمية والاهتمام بالطلاب المتسربين، وهو ما يتناغم مع رؤية أشمل لرفع مستوى التعليم وجعله أكثر تكاملاً مع متطلبات العصر الحديث. أما في المجال الجامعي، أسدى السيد الرئيس شكره لكل الإرادات الخيرة في قطاع التعليم العالي،
التي ساهمت في تقدم القطاع محليا ودوليا. السيد الرئيس أمر بمزيد من الارتقاء في الرياضة الجامعية وتطوير الخدمات للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي، كما تم إصدار قرارات خاصة بالتجارة الخارجية ومكافحة الاحتكار والندرة، حماية للاقتصاد الوطني وتعزيز سيادة الدولة على مواردها، إلى جانب ضبط آليات التصدير بما يحقق مصالح البلاد دون التأثير على السوق الداخلية. برلمانيا، افتتح مجلس الأمة دورته البرلمانية العادية 2024-2025 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صلاح جوجيل وبحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول نذير العرباوي إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي. جوجيل وفي كلمته أن البرلمان ينتظره عمل تتقدمه أولويات على رأسها قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب بقانون البلدية والولاية والتقسيم الإداري وقوانين أخرى لها علاقة بالاقتصاد والتنمية، وأن الجزائر رجعت إلى مكانتها الحقيقية بفضل السياسة الرشيدة للسيد الرئيس. تحديات كبيرة، والشيء اللي وصلنا ليه يعني لما نعمل مقارنة هذه 5 سنوات واش الجزائر وين وصلت، المستوى اللي وصلت إليه الجزائر اليوم من بعد 5 سنوات، والآفاق المعلن عليه من طرف الرئيس الجمهورية للمستقبل، الجزائر الحمد لله استرجعت المكانة نتاعها الحقيقية. لما نشوف الانتخابات الأخيرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية، كل العالم كل رؤساء الدول هنوا رئيس الجمهورية، موش صدفة، موش يعني لنا عارفين باش هي الجزائر وعارفين المكانة تاع الجزائر والدور تاع الجزائر في المحافل الدولية وبشي خاصة في القضايا الهامة اللي تهم الشعوب. كما افتتح المجلس الشعبي الوطني دورته البرلمانية العادية 2024-2025 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل والوزير الأول نذير العرباوي إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي. بوغالي وفي كلمته أبرز أن الإصلاحات التي تعيشها الجزائر على وقعها اليوم مكنت من تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة، كما استطاعت أن تؤمن الصرح المؤسساتي القائمة على مبدأ المواطنة والديمقراطية التشاركية في كنف دولة الحق والقانون. لقد حققت الجزائر بفضل المشروع النهضوي الواعد الأهداف الإنمائية المسطرة، كما أسهمت الإصلاحات بأوجهها المتعددة التي باشرتها بقيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في استيفاء بلادنا الشروط الكفيلة بترسيخ ديمقراطية تعددية حقة وعدالة اجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة، كما استطاعت بلادنا أن تؤمن الصرح المؤسساتي المتكامل القائم على مبدأ المواطنة والديمقراطية التشاركية في كنف دولة الحق والقانون. ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك في أشغال جلسة الحوار التفاعلي حول تعزيز التعددية من أجل السلم والأمن الدوليين، حيث جدد عطاف المواقف الثابتة للجزائر تجاه القضايا الإقليمية والدولية. إن العلاقة المباشرة بين العجز الذي أصاب منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف من جهة، وبين التدهور المتسارع لحالة السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي من جهة أخرى، لم تعد بحاجة إلى أي تفسير أو إثبات. ولنا من الأزمات والنزاعات والصراعات المطروحة أمام منظمتنا الأممية بصفة عامة وأمام مجلس الأمن على وجه التحديد الكثير من الأمثلة للاستدلال على هذا الوضع المتأزم والاستثنائي وغير المسبوق. ولعل أهم وأبرز تحدي يواجه المجموعة الدولية اليوم هو حمل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني على وقف حرب الإبادة الجماعية المسلطة على الشعب
الفلسطيني في غزة منذ ما يقرب السنة، ووضع حد لما صار يصاحب هذه الحرب من تصعيد إسرائيلي متعدد الأوجه والوجهات في منطقة الشرق الأوسط برمتها. في ظل هذا الوضع، فإن أبلغ غاية نرجوها ونترجاها من قمتنا هاته تكمن في إعادة الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة ولدورها المحوري في الوقاية من النزاعات وفضها. وبذات القدر نتطلع لتجديد التزام جميع الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة والاحتكام إليه والتقيد بإملاءات وثوابت وضوابط القانون الدولي التي يتساوى الجميع في واجب احترامها دون أي تمييز أو إعفاء أو تفضيل أو تفريق. ومن هذا المنظور فإن الجزائر تدعو إلى إعادة بناء الثقة التي تم هدمها بين منظمتنا الأممية وبين شعوب المعمورة، لا سيما الشعوب المستعمرة والمضطهدة التي تتطلع إلى الأمم المتحدة كآخر ملجأ تحتمي إليه من الظلم والطغيان، وكأسطع منارة تبعث فيها الأمل حين تشتد بها المآسي والآلام، وكأعدل حكم ينصفها ويحمي حقوقها. وشكرا. وعلى هامش مشاركته في أشغال قمة المستقبل، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف محادثات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة ومسؤولي منظمات دولية، حيث تباحث عطاف مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا موسالي مودافادي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية رواندا فانسون بيروتا ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية السودان حسين عوض علي محمد ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سبوليا ريتش إيجر والمدير التنفيذي المساعد لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة كارل سكاو. في الشأن التربوي وتعميما لمشروع رقمنة المؤسسات التربوية، استفادت العديد من المدارس عبر ولايات الوطن من الألواح الرقمية تخفيفا من ثقل وعبء المحفظة. العينة من ولاية مستغانم مع سفيان مقنين. مدرسة عباس محمد ببلدية فرناكة في مستغانم واحدة من بين 48 ابتدائية رقمية على مستوى الولاية، تم تزويد تلاميذها بألواح رقمية للدراسة. أقرأ السنة الخامسة وطابلت مليحة عندي، مشي تقيلة كما الكتاب أيو حاجة تاع تكنولوجيا. نقرأ في السنة الخامسة أيو ذي اللوحة الإلكترونية مليح ويخفف علينا بنحفاظ مكتوب وندير فيها عمليات وفيها مكتبة رقمية. الطاقم التربوي المؤطر للتلاميذ يسعى لمواكبة هذا التطور النوعي في الطريقة التعليمية. سهل لنا يعني العملية تخفيف ثقل المحفظة، أكيد هذا يعني مهم، وكذلك ربط التلميذ مع التكنولوجيا، كذلك تنمية أسلوب المهارات والتفاعل مع اللوح الإلكتروني أكثر من الكتاب. خلال هذه السنة 2024-25 استفادت 16 مؤسسة بهذه الألواح الرقمية، وهو رقم في غاية الأهمية. نكون الأساتذة بما فيهم جهاز مديرية التربية للتعامل مع هذه الأداة حتى تكون في مستوى تطلعات وزارة التربية الوطنية. يذكر أن أكثر من 256 ألف تلميذ التحقوا بمدارسهم على مستوى مستغانم، من بينهم 10,000 تلميذ جديد في هذا الموسم الدراسي. ودخول المدرسي الجديد بتيزي وزو ميزه توزيع لوحات إلكترونية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية بالولاية. رميساء زياني. بين أيديهم لوحات إلكترونية، تلاميذ ابتدائية عمران الوناس بقرية إحسناون يستفيدون من هذه الأداة البيداغوجية التكنولوجية التي ستخفف عنهم ثقل المحفظة وتتيح لهم إمكانية التفاعل في دروسهم. أنا فرحت لأول يوم دخول المدرسة، أنا فرحت على هذا الطابلت
وألمع أفضل علامة. أنا فرحان بالألواح الإلكترونية بهذه نقرأ بها في هذا العام الدراسي الجديد. حضور السيد الوالي وتقديمه هذه اللوحات الإلكترونية قدمها للتلاميذ وكلنا فرح وسعادة باش نقرأ بها هذا العام 2024-2025. لم يقتصر توزيع اللوحات على مؤسسة واحدة، وإنما شمل العديد من المؤسسات التربوية في إطار برنامج القطاع لتعميم اللوحات الإلكترونية بالولاية. الولاية استفادت من قبل 67 مدرسة ابتدائية أيضا اللي استفادت من اللوحات الرقمية. زدنا أيضا في الأخير استفادت الولاية ب 3184 طابلات وزعت على 90 مدرسة ابتدائية. أزيد من 248 ألف تلميذ التحقوا لمقاعد الدراسة بولاية تيزي وزو في ظروف جيدة وفرت بعد مجهودات كبيرة من طرف السلطات العمومية. تم استلام لهذا الدخول متوسطتين ثانوية وأكثر من 8 مجمعات دراسية، بالإضافة إلى أنصاف داخلية ومنشآت أخرى شبه تربوية. الشيء المميز لهذه السنة أولا موضوع التحضيرات اللي باشرنا فيها هذه مدة منذ شهر ماي، وفيه كانت فيه استعدادات، وهي ترميم مؤسسات الطور الابتدائي. قطاع التربية الوطنية يسجل قفزات نوعية، فمن رقمنة تسيير القطاع إلى رقمنة التحصيل البيداغوجي. ومن أجل القضاء على ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام داخل الأقسام هياكل ومنشآت تربوية جديدة تدعمت بها ولاية أدرار إلى جانب استفادة التلاميذ من اللوحات الرقمية. أبو بكر جعدوت. وسط أجواء تنظيمية ومرافقة للكادر التربوي، التحق ما يقارب 85 ألف تلميذ وتلميذة بمؤسساتهم التعليمية الموزعة عبر كامل ولاية أدرار. أنا جد سعيد بعودتي إلى مدرستي، وأنا مصر على التخرج من المدرسة الابتدائية بمعدل ممتاز، أنا وأصدقائي إن شاء الله. اليوم راني فرحانة فرحة كبيرة، والتقاء بزملائي والأساتذة، نتمنى النجاح. حنا كطاقم تربوي ان شاء الله نديروا اللي علينا ونبذلوا المجهود نتاعنا، وان شاء الله يكون هذا المجهود وهذا النتيجه ان شاء الله في التلاميذ نتاعنا. دخول مدرسي سخرت له السلطات المحليه كل الامكانات بضمان الاطعام للتلاميذ، اضافه لتوزيع الكراسي المتحركه على المتمدرسين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. عرفت السنة هذه كذلك فتح مؤسسات جديدة، عندنا 6 مؤسسات تربوية ابتدائية عبر تراب الولاية، 5 انفتحت والمدرسة السادسة ربما أكتوبر ولا نوفمبر، وعندنا 3 متوسطات عندنا فتحت متوسطة ومتوسطتين ربما شهر نوفمبر ولا ديسمبر، وعندنا ثانويتين، عندنا ثانوية لأول مرة يعني في تاريخ الجزائر وهو فتح ثانوية ببلدية تيد. فيما شهدت هذه السنة تزويد 13 مؤسسة بالألواح الرقمية، والتي تندرج ضمن إصلاحات قطاع التربية بترقية التحصيل العلمي في مختلف ولايات الوطن. دوليا وفي آخر المستجدات الحاصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل العدوان الصهيوني في يومه 53 بعد 300 على مناطق متفرقة من القطاع، حيث استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني على دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لمدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات، في حين أطلقت مروحية الاحتلال الصهيوني النار تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. والحرب الصهيونية المسعورة على قطاع غزة وطول أمدها يفاقم الوضع الإنساني المتدهور ويعمق من معاناة النازحين مع قدوم موسم الشتاء. مراسلة التلفزيون من غزة وسام أبو زيد.
ما زال الاحتلال الإسرائيلي يتقصد أن يوجه الضربات الصاروخية للمدارس التي تؤوي نازحين، وكانت مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ غرب غزة آخر الجرائم، فهي كانت تؤوي مئات النازحين، لكن بعد غارة إسرائيلية أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة منها، وأصبح من كان يحتمي بأروقتها بين شهيد وجريح. ايش ذنب الاطفال هيك يموتوا؟ ايش ذنب اولاد اخوي انا يتقطع جرهم وينحرقوا؟ انا ايش ذنبه؟ انا ابني لحتى الان هي مصاب بظهره مش عارفه ايش بده يجرى له. انا مش عارفه بده يجرى له، انا قبل فتره راح لشهيد، لقيت بده يجيني بعيد الشر يروح على حدا ثاني، احنا بدنا شيء، احنا بدنا حدا يطلع عنا. هجمات الاحتلال الساعات الاخيره اسفرت عن استشهاد اكثر من 40 فلسطينيا و60 مصاب، جلهم من الاطفال والنساء والمدنيين الابرياء. وهي علامات تدل على تخبط الاحتلال بفقدانه لأي أهداف عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية. وبينما يتجرع الشعب الفلسطيني الألم من عمليات القصف، فهناك نحو 1,900,000 نازح يغرقون بمياه الأمطار وبوحل المعاناة لعدم وجود إمكانيات لدى النازحين لإصلاح خيامهم المهترئة ومواجهة الكميات الكبيرة التي هطلت عليهم من الأمطار. طب وين اروح انا هالجاي؟ طب وين اروح؟ ابقى علينا الميه غرقت، طب هي ميه هالميه هالميه وين اروح؟ هذا ظلم مش ظلم، هذا كله ظلم يا ربي. انا اولادي واطفالي نايمين وكل المي نزلت علينا من فوق ومن تحت. انا بهذا المكان غير امن، غير صالح للحياه. ورغم خيرات وبركات فصل الشتاء، إلا أنه حتما سيكون قاسيا على النازحين الذين يعيشون فصولا مختلفة من القهر والمعاناة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في لبنان استشهد مواطن لبناني وأصيب 6 آخرون بجروح في سلسلة غارات شنها طيران الكيان الصهيوني اليوم شرق لبنان. هذا وكثف الكيان الصهيوني غاراته الجوية وقصفه المدفعي على القرى الحدودية اللبنانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بالإضافة إلى تهجير آلاف العائلات من منازلهم في المناطق المستهدفة. وفي المغرب يتواصل السخط الشعبي جراء مضي نظام المخزن في سياسة التهميش الاجتماعي واستغلال النفوذ لضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، حيث باتت الاحتجاجات العنوان اليومي للشارع المغربي للاعتراض على الممارسات المخزنية المجحفة. فوزية تاج. أيضا كيف أن الفساد يستهلك سنويا 50 مليار ديال الدرهم. تابعتم أيضا كيف أن المغرب مصنف على مستوى الديمقراطية مؤشر ديمقراطية ضمن الأنظمة الهجينة. لم يهدأ الشارع المغربي من مظاهرات البطالة وغلاء المعيشة لتنتفض أخرى ضد استغلال المال العام والاختلاسات واستغلال المناصب والحصانة في البرلمان المغربي والتقرب من الجهات العليا دون رقيب أو مساءلة أو قانون صارم يحاسبهم ويتابعهم قضائيا، ما زاد من استياء المواطنين خاصة أمام تدني الخدمات العامة. واحد التوجه غادي في البلاد يتغول، يجمع بين السلطة والمال، يستفيد من واقع الفساد والريع والرشوة، وكيسعى أنه ربط المسؤولية بالمحاسبة ما تكونش، وأن الإفلات من العقاب يولي هو القائم هو السائد. اطلع الرشوة، عندك الرشوة، عندك الفلوس، انت هو كل شيء، عندك الفلوس كيسمعوا لك، يعطوك ما بغاو. يسمعوا لك انت يا يوسف وراه سمعوا لي انا، من طلب لي القايد طلب لي 20 فوتوكوبي، من اللي تشري 20 فوتوكوبي قال لي 20 مليون. انا وحنا واحد من المتضررين من الزلزال ديال الحوز، وما كاين لا انصاف لا حتى شي حاجه لحد الان، باقي ما تعوضناش وباقي حتى واحد ما سول فينا. جات واحد اللجنه في الاول ولكن ما كاين حتى شي حاجه. هذا الرئيس هذا تنطالب حنايا بالتوقيف ديالو لان عنده المال العام. أوضاع مزرية مست مختلف القطاعات وقوانين مجحفة تقصي المترشحين من مسابقات الانخراط في مهن مختلفة، آخرها قانون في قطاع التعليم والذي عرف جدلا واسعا واحتقانا بين المترشحين. قرار لا ديمقراطي لا شعبي اللي تيضرب في مضامين الدستور. هذا الاقصاء اللي تنتعرضوا له هو اقصاء عنصري، اقصاء تمييزي طبقي، تيستهدفوا واحد الفئه اللي كافحات وناضلات سنوات
أزيد من 20 سنة أو 24 سنة والطالب يدرس ويناضل ويكافح. احتجاجات جاءت كرد فعل عن الفساد الذي تغلغل في كل مفاصل المؤسسات والكشف عن تحويلات غير قانونية للمال العام، في حين يعيش المواطن في التهميش والفقر. أولاد الشعب فينا هما، أولاد الشعب فينا هما. في أخبار الرياضة، ولحساب إياب الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكاف، تأهل اتحاد العاصمة إلى دور المجموعات بعد فوزه بهدفين دون رد على منافسه نادي الملعب التونسي بملعب ميلود هدفي بوهران، وقعهما كل من كيفين مونديكو عند الدقيقة 74، وأما الهدف الثاني فقد سجله لاعب الملعب التونسي ضد مرمى عند الدقيقة 93. ولأن الخيل في نواصيها الخير، نختم النشرة بتربية الخيول التي عرفت انتعاشا في الأونة الأخيرة. العينة من أحد المزارع بأم البواقي مع محمد زمولي. تربية الخيول والعناية بها شغف لا يدركه إلا خبير أو مجرب. بمزرعة عطية بلدية عين مليلة يقضي تقي الدين مجمل وقته مع هذه المخلوقات الوديعة التي نسجت حولها آلاف الروايات والأساطير منذ القدم، والتي تتقاسم مع الإنسان بعض الجوانب السلوكية. كما الخيل هذه رانا كما نقولوها متوارثينها ابن عن جد، وكاسبينها كما نقولوا هذه من العشق تلمو محبة وذاك ليها، كاسبين هذا الخيل، ما عندناش يعني غرض منها واحد آخر والله، إني كما نقولوا تجارة والله، والله تلمو من الحب تاعها والعشق تاعها مربينها. تختص المزرعة بالنادر من الخيول كالعربي الأصيل، ويتميز بالرشاقة والجمال، فهو متناسق القوام، رقبته طويلة محدودب الأنف، رأسه صغيرة يعدو وهو مرتفع الذيل، وطباعه حادة مع أقرانه، شديد الغيرة على صاحبه ويكن له الحنان والوفاء. هو كما نقولوا حصان يحب يفرض روحه على كما نقولوا على الخيل الأخرى، وعنده هذيك كما نقولوا الشهامة الرجولة هذيك، يمتاز بها أكثر من الخيول بقية الخيول الأخرى. وبالمزرعة أيضا حصان أسطوري العربي البربري، الحصان المحارب الذي شارك في مقاومات الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة وثورة المقراني وغيرها من الأمجاد. كيف يطيح ذاك الفارس تلقاه ما يتحركش، ما عنده يقعد واقف عنده حتى يوقف ذاك الفارس، ما يتحركش من بلاصته خلاص حتى يوقف ذاك الفارس ويزيد يطلع عليه ويزيد يعاود يمشي. ثاني يمتاز بالوفاء هذا الحصان البربري. تراجعت تربية الخيول بالجزائر إلى حين، لكن برنامج دعم الأعلاف المقرر مؤخرا أعاد نزعة تربية الخيول من جديد. 1400 رأس منها تحصيه ولاية أم البواقي. هناك دعم الشعير العلفي، يعني كل مربي خيول يملك رؤوس من الخيول عنده الحق باش يتقدم للمصالح الفلاحية ويستفاد من دعم من حصته من الشعير. الخيل في ظهورها عز وفي بطونها كنز، فصدق رسول الله في قوله: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ختم النشرة مشاهدينا، بقي أن نذكر بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى التهاني من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة انتخابه رئيسا لعهدة ثانية. قرارات وتوجيهات صارمة لصالح المواطن ضمن مخرجات اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. تأكيد على استرجاع الجزائر لمكانتها الحقيقية بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه. ممثلا لرئيس الجمهورية عطاف يؤكد من نيويورك مواقف الجزائر الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية خلال مشاركته في أشغال قمة المستقبل. ك
كما تابعنا وتجسيدا لاستراتيجية رقمنة المؤسسات التربوية توزيع الألواح الرقمية على التلاميذ ومنشآت تربوية جديدة تميز الدخول المدرسي عبر ولايات الوطن. دولياً الشارع المغربي ينتفض ضد الوضع القائم وإمعان المخزن في سياسات تعميق الإقصاء الاجتماعي والتهميش. نهاية النشرة، شكراً لكم على المتابعة، في أمان الله.